شوف شوف كده، راجل وشه او الانف بتاعه بقه زي ما لو كان بيضحك، لابس قبعة فوق راسه، وهو قاعد هنا اهو ظهره اهو دراعه وبيضحك قدام الكلمة دي، ميم طاء. ميم طاء في نفس الوقت. استنى لما اقرب هتشوفه احسن. اي وش الرجل هنا، او انفه او بقه، القبعة بتاعته او ظهره، قاعد كده الساحر وهو يعني بيضحك على المس ده. شوفوا وشه اهو، بقه، الانف، العينين، شعر او قرون المس ده. الساحر يستدعي هذا المس عشان يلبي طلب بهذه الكلمة. مش هقول الكلمة بأكملها لأنه حاجة بتاع السحر. شوفي كده هنا كذلك، عاملين لك كذلك في حصان البحر، أو رأس حصان البحر، أو صدره، أو ديل حصان البحر. يا إما راحت لك حاجة يعني حجرة من حلق الأذن أو من الخاتم، أو يعني سرق منك أو اختفى لك خاتم أو حلق من الأذن أو حرف العين. هاي كلمة السحر مكتوبة، أو سين الحاء والراء، سحر. يؤكد المس إنه في سحر. شوفي كده، عمل لك السحر في فك رأس حيوان، يا إما كبش أو كلب. شوفي الرأس ده أو جمجمة، والأسنان في فك أو فك حيوان واضح، شايفة؟ وغالبا يكون فك إنسان، إنه يشبه فك إنسان. أهو الفك والأسنان أهو واضح، شايفين الفك؟ أيوة كده. شين، ثلاث نقط بتاع الشين، والنقط دي شوفي الأفعال اللي خارجة منهم. وهنا شل يعني شلل، وكذلك شين، ثلاث نقاط الأفعال خارجة، والنون شن عليهم شلل بهذا السحر الذي عمل لك أنت وابن بنتك. هنا كلمة الله، شايفة كلمة الله؟ كذلك هنا كلمة الله تتكرر أهي. ربما بتعاني كتير من رجلك، أو بنتك بتعاني من كتير من رجلك. شوف الأفعى التانية، حول ولا قوة إلا بالله. رقم ثلاثة، شوفي كده هنا، الآلة دي اللي الوسيلة دي اللي بيثبتوا بها الباخرة في البحر، يعني شنوا عليك شلل كي ما تتحركش من مكانك. شوف هنا حرف الدال، حرف الدال والميم اهو، الدم يعني عملوا لك زي ما قلت لك في دم الحيض بتاعك، في دم النفاس بتاعك زي ما قلت لك. ترى لا حول ولا قوة الا بالله. شوف دير لومي، شوف غير فيها، شوف العينين، شوفوا كده العينين، عين واحدة زي ما كانوا نظارات، أهم نظارات أهم. يعني الست دي عاملينها سحر ضد زوجها. وهنا قفلين، القفل الأول أهو والقفل الثاني، عشان لا يبصلها ولا يشوف فيها.
حرف الميم وانتي اسمك مونيا. شوفي كده اعتذر. شوفوا وش الكلب ده او الانف بتاعه، الميزو الانف بتاعه، بقه اهو، فم الكلب او رأسه، الاذن بتاعه اهو، يعني عملوا له. ودي احنا في الجزائر بنقولها المقنصة، المقنصة يعني المعدة بتاعت الدجاج. في سحر بيعمل بمعدة الدجاج، معمول له ومدينه للكلب ياكله، عشان كل ما تتدهور حياة الكلب ده تتدهور العلاقة ما بين مونيا وزوجها. شوفوا كده كمان النظارات دول زي الكلبشات، يعني الليمونات. شوفوا كده مربوط عن زوجته كلبشات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتي مريضة من المبيضين او المبيضين او الرحم بتاعك في الوسط، يعني خربوا لك بيتك من ساسه لراسه. شوفوا السحر هنا في الوسط اتفتح. ان شاء الله خير في الحصة التانية. بسيف عليا لازم نرتو. شوفوا شك خرج من الداخل. شوفوا الوسط، شوفوا السحر يعني ازاي اتفتح الحجاب. الميم النون اهو، مونيا اهو، نقطتين بتاعت الياء. مونيا اسمك مونيا. حرف الحاء، حاء ميم، دال ميم، دم الحيض. لا حول ولا قوة الا بالله. شو هذا هذا؟ روحي بالعقل معايا يا بنتي. شوفي راه خفيف على اللي كان. شوفي هذا العميل يتنحى كاع. شوفي الله، وشوفي الأفعى خرجت، أو السحر خرج. أي الأفعى خرجت من كلمة الله أهو، في نفس الوقت كلمة الله مونيا، ميم نون نقطة والياء وأهل العين. خرجت العين وخرج السحر ده اللي كان ما بينكم. إن شاء الله شوفي ده كله سحر، ده كله سحر اتنزع. الحمد لله قدرة ربنا، يعني حتى الرائحة كريهة. ده كله سحر اتنزع. شوفي كده، شوفي هنا سيدنا بتحكي مع راح سخون يا جدك. شوفوا كده اهو الحرص خرج لوحده. شوفوا اهو خرج لوحده اهو الحرص. شايفين الحرص اهو، التراب بتاعه كل حاجة سخن. والشظايا دي السودة دي الرمادية كذلك. شوفوا هنا حرص آخر خرج اهو، حرص آخر يعني ملفوف وكل حاجة. شوفوا اهو، شوفوا السواد اللي في الوسط اهو. الشظايا دي كلها يعني سحر اتنزع الحمد لله. اهو القلب، شايفين القلب، شايف القلب، يعني الحب بتاعكم حيرجع زي ما كان. واهي الفراشة، اهي فراشة جناحيها، حيرجع الحب زي ما كان في السابق. أو سيف أو عمود داخل في رقم 3، يعني علاقة ثلاثية انفصلت.
ترجع العلاقة زي ما كانت في السابق، أو حرز آخر خرج. سبحان الله، رغم أن شفناه من أول، شوفوا كده حرز خرج من تحت التراب أهو، حرز سحر، شوفوا كده اتفتح أهو، شوفوا التراب اللي في إيدي، رغم أننا شفنا من أول يعني ما كانش موجود، خرج وأنا حطيت إيدي من تحت كده خرج على المباشر. الحمد لله. محمد ميم حاء ميم ودال محمد. ميم جيم نقطة والدال مجد. الحمد لله فرحي. ربنا يصونكم إن شاء الله. شوفوا الشظايا اللي كانت في بتاع السحر أو حرز آخر، شوفي كده حرز آخر. ربنا يعينكم.